Kabe'nin sırrı nedir? Muhammed! فكان ومحمد من شجرة واحدة أذهب الله عنها الرجس. رفعت الأقلام وجفت الصحف والمجاهد في سبيل الله. اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا. إن القوم قد خيروني بين السلة والذلة. السلام عليكم يا عباد الله. يا رحمن يا رحيم، دخلت مواعيدنا، تيتمت أطفالنا، نهبت أموالنا، أبي حنيننا. إلى الحسين بن علي العبد الصالح. القيادة لا تليق إلا بمن يصول على خصم الخليفة اللدود بلا خوف ولا تردد. نحن الكوفيين مستعدون لأن نبدأ الهجوم بأمر منك. آنسان که در برابر آتش نفس از من درگذشتی، خداوند با خلعت عشق آزینت. میرے بابا نے مجھے ایک عظیم سلطنت کا وارث بنایا، مگر یہ سب کیا ہے؟ میرے بھائی اب کیا ہوگا؟ شیاطین اور جنات کے خلاف جنگ. والد نے مجھے ایک عظیم مملکت کا وارث بنایا ہے،
اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اور عظیم تر بناؤں گا. یہ لو دوست. ملک سلیمان. سلیمان عظیم ترین. انت عن جد فقدت عقلك مثل المضللين الاغبياء وصرت مع محمد. من المستبعد انه يبعت محمد شاب بسيط مثل هالشاب مصعب؟ حفيد ابن عبد المطلب عم يحكي حكي متنافى مع معتقدات وتعاليم اجدادنا. ليش محمد تبعكن بيعرف بالغيب؟ انت يبشر بدينه. انتبه محمد زكي. নিজেকে রক্ষা কর. আমরা আপনার নবুয়ত কবুল করছি. সারাকে আমি জীবন সঙ্গী হিসেবে চাই. আমি রাজি. তুমি নিজেকে পয়গম্বর দাবি করছো? হ্যাঁ ইসমাইল. পানি 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 পানি. ওকে আগুনে নিক্ষেপ করো. খোদা সমস্ত কায়নাতের মালিক, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ছাড়ো আমাকে। মশার কাছে নমরুদের পতন হল। ইব্রাহিম, ইসমাইলকে আল্লাহর নামে কুরবানি করো, এটা খোদার ইচ্ছা। তাহলে আমাকে কুরবানি করো। ইব্রাহিম, ইসমাইলের পরিবর্তে এই তুম্বা কুরবানি করো। لن ننجح يا عميل. سوف أسد طريق عليهم. سيفه من غمدة، سنهاجم آجل ورجاله كي ننقذ شمعون. فأنا قد اخترت عميل صهرا لي. أنت معنا أم علينا؟ مع الذين لا يبيعون الإيمان بالكفر. ما أقوله لكم هو أمر من الله تعالى. اذبحوا هذه البقرة. ألا يوجد لي حق تجاه قاتل زوجي؟ إنك تخالف أوامر الله يا نتان. من يعلم ماذا يريد؟ در این سرزمین داستان عشق سلیمان به ملکه سبا رو همه میدونن. او سلیمان زمانه است. هزار نفر اگه همه آمدن الا یکی، پس اون یکی هزار تاست. وما معناه المدينة فارغة من العشاق؟ هل يمكن لرجل ينطلق ويفعل شيئا؟ بمعين الدين الكاشاني وشاهدوه هاربا، كما أن حراس المرصد يشهدون بأن معينا هو الذي قتل خادم المرصد وبعدها هرب. هذه التي يبحث عنها سوبوتاي ليل نهار. ترى ما هي؟ رسالة جيب ذي درجة واحدة، اكتشاف يثير ضجة في عالم. هذا يعني ثورة.
اسمعوا، بناء على فتوى من علماء دار الخلافة ستكون حكومة كل خراسان لك، وتصبح أنت الحاكم عليها. وهل استطاع دفن علي بن موسى الرضا في مدينة طوس؟ أو أن يدفن العلويين في مدينة خراسان؟ إن أنت خالفت عقائدنا تكون بذلك قد رفضت؟ بل كتبت على أساس الشريعة الإسلامية والقرآن. أي شريعة هذه؟ إنك بذلك تعظم أهل البيت وتستحقر الخلفاء وتؤمن.